بدلا من اللعب وتنمية مواهبهم. والله هو هذا هدفنا، انه هلق عم نرسم رسمات اولاد صغار، العاب، رسومات افلام كرتون على وجوه الاولاد، انه لحتى نرسم بسمه بعيد عن الاخبار عن قتل وعن هالامور قصص. لوحة واحدة تجمع ما يفكر به أكثر من 300 شاب وشابة من أديان وقوميات مختلفة جمعهم هذا المهرجان. حنين خير الإيزيدية النازحة من حي السكر بالموصل عانت كثيرا بعيد هجوم داعش التي فرضت لونا واحدا على مدينتها لأكثر من عامين. هي تريد الآن حياة جديدة بألوان متعددة تتفق على التعايش السلمي وقبول الآخر. التعايش بين الأديان نكون سوا، يعني إيد واحدة وأخوة، بس يعني شيء من يعني من المستحيل يعني واحد يرجع مثل قبل. يعني هسه شوي شوي عيبدون يعني بسلام، إيد واحدة وسلام، يعني عايشون هالعائلة العوائل والأطفال شلون انذلوا يعني. بس الحمد لله يعني هسه شوي شوي دا يصير تعايش بينهم. مهرجان الشباب والسلام بنشاطاته الفنية والتراثية هو نتاج 5 مخيمات تعايش سلمي. أقامتها منظمتان مدنيتان تعنيان بشؤون تنمية المواهب الشبابية وتعزيز فكرة التماسك الاجتماعي. يقدم المشاركون والمشاركات في هذا المهرجان مواهبهم للحضور على أمل عودتهم إلى مجتمعاتهم المضيفة بتعزيز فكرة التعايش السلمي والسلام. بيشاوى بهلوي، رودا، ودهوك.